نعرف ايه سبب حرصك على الحضور النهارده؟ عشان انا دايما بتابع على فكره المهرجانات ودايما بشوف فعاليات وكده، فالنهارده كان لازم توجهت لي الدعوه طبعا وكان لازم اكون موجوده. جديدك الفتره الجايه؟ نعم. جديدك ايه الفتره الجايه؟ بعد اغنيه جبني الغرام، الاغنيه المغربيه طبعا اللي عملت بميه حلوه، ان شاء الله هيكون في حاجه حلوه قوي مصري باذن الله. ايه الجمهور اللي بيحبك في العراق؟ العراق يا على فكره انا عندي بنت عراقيه. انا زرت العراق كم مره؟ انا زرت العراق تقريبا 4 مرات طبعا قبل الثورات الخريف للاسف الشديد. يعني من اجمل بلاد العالم العربي صراحه، كانت بلد جميل وكانت بلد مضياف جدا وجواها حلوة قوي ويا رب ترجع يا رب. الإطلالة بتاعتك ملكة، ممكن بقى تكلمينا بقى توقيع مين؟ ده من ذوقك. أنا لابسة من عند حبيب قلبي طبعا الديزاينر محمود غالي، أو ميك اب جيجي الصغير، وشعر برضو جيجي الصغير. شكرا جدا استاذه ليلى. شكرا لزوجك.